اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك يا كابتن شريف؟ يا كابتن سلام، منور ومنور. انت منور الدنيا. الله يخليك يا كابتن. ايضا النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. ازيك يا كابتن عادل؟ اهلا بيك، الله يخليك. النهارده ايه؟ ها؟ ايه؟ ابيض لابسين ابيض. ليه؟ متفقين؟ لا ده صدفه. بنودع الصيف. فين الجاكيتات طيب؟ جوه. منورين دايما كالعاده كابتن البيت الكبير. كابتن شريف، خليني ابدا مع حضرتك. ايه المطلوب من النادي الاهلي في المرحله المقبله استعدادات للموسم الجديد؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا كابتن، انا اسف. سؤالنا يا جماعه احنا حطيناه على الصفحه لكل جمهور النادي الاهلي، من فضلكم ابعتوا لنا اسماء او اللي حضراتكم عايزينه علشان نقدر نتكلم ونتناقش مع الكباتن. اتفضل يا كابتن. هي بص كابتن اسلام، كلنا عارفين ان القاعده الاساسيه خصوصا الانديه الكبيره يعني اللي هي بتلعب على بطولات وجماهيرها وعندها شعبيه كبيره جدا، هي القاعده الاساسيه بتاعتهم اللاعبين. احنا كل سنه او كل ميركاتو صيفي شتوي بنحط كل الشغل المؤسسه كله على استقدام لعيبه تليق بتيشيرت الاحمر. وخلينا نتكلم عن نفسنا بس يعني. بالظبط. ففي المرحله اللي فاتت والثلاث سنين اللي فاتوا والضغوط اللي احنا كنا فيها والاصابات والتلاحم بتاع البطولات الافريقيه في بعض وكلامنا والانجازات اللي انت عملتها وكل ده، خلاص صفت الحكايه منك انك انت بقيت محتاج اكتر من لاعب في تجديد لحاله ريفريشنج للفرق كلها بتحصل، انما انت بالنسبه لك بقيت محتاج لاعبين دوليين. يعني لو كانوا جايين من بره او خارجيين ده لازم يبقى لعيب دولي. أوكي. ان هو زي ما بتمشي بنون مثلا، او خلاص بنون حظه كان لغايه هنا وقف ستوب، احنا لازم يكون برضو ما يماثل لعيب زي بنون بسمعته. صح، بسمعته بشكله. ده بالنسبه للاعبين الاجانب يعني. الاجانب اللي هيجوا مثلا، ما انت محتاج 3-4 اجانب يخلوك 100-100. خدت بالك؟ ما تفكرش في حاجه ثانيه. انما باختيارات على ما اعتقد يعني. احنا عندنا ثلاثه كده كده، بيرسي تاو، اليو ديانج، علي معلول. فليك حق اثنين. ما يخص اثنين وثلاثه ناشئين. ما يخص اللي موجودين، دي مش بتاعتي انا، دي بتاعت الراجل اللي هيجي كمان يشوف يكرر الحكايه دي. وعنده ميركاتو دلوقتي، وعنده طبعا الناس شغاله دلوقتي على كل على قدم وساق ان هم بيجمعوا احسن ممكن موجودين اللي يقدروا يكونوا بيعرفوا يلعبوا تحت الضغوط. نعم. تحت ضغوط الفوز في كل مباراه. أوكي. مش هطلع تعادل، انا بالنسبه لي مش فارقه. لا، اللاعب اللي بيجي النادي الاهلي كنا بنتكلم انا وانت وعادل، التكامل بتاع الفرقه كلها بالعناصر اللي موجوده جوه التيم هي دي اللي بتساعد بعض. اوكي. بلس على الناس اللي موجوده واللي راجعه من المستشفى اللي هي كانت موجوده عندك. ولما شفنا التجربه الجميله اللي انا شفتها الحقيقه بتاعت الناشئين، يعني لازم نشكر ان التجربه دي برضو هتفرغ لنا ناس كتير قوي. نعم. يعلم عادل عبد الرحمن اسماء معينه اشتغلت معاه كمان واكتر مني، وانا بالنسبه لي ان انا براقب في السن اللي هو 2003 2005 2006 فعارفين برضو اللعيبه احنا منهم، وكنا بنرشح اذا كان محمد اشرف ونصير وميدو وكل اللعيبه اللي طلعت وفخري والناس دي وزياد واحمد سيد، يعني كل اللعيبه دي خدت فرصه كبيره قوي انها تعرف الناس على امكانياتها وتعرف الجهاز الفني كمان. فاعتقد ان الحكايه كلها دلوقتي واضحه. يعني مفيش حاجه غريبه جدا عن اي حد انه يقول لك فلان ده موجود او فلان ده مش موجود، او احنا بنفكر في تدعيمات في كل مكان احنا عايزينه. فهي القاعده الاساسيه بالنسبه لنا ان المؤسسه كلها بتشتغل على ان يكون في لعيبه تقدر تواكب. ايوه. ما يواكبه النادي الاهلي من بطولات افريقيه ومحليه. وده اللي انا بشوفه يعني. كابتن عادل. رب. خليني ابدا معاك كابتن اسلام في حاجه مهمه قوي، ان تيشيرت النادي الاهلي تقيل. ايوه. وقوي. مش اي لعيب ممكن يكون بره انت شايفه بصوره كويسه ممكن يجي النادي الاهلي وينجح ويبقى. نعم. لعيب كويس اكتر من امثال كتير قوي. يعني هديك مثال بفراوده. في فراوده بتنجح في انديه متوسطه، الناس فاهمه ان هي ممكن تنجح في النادي الاهلي، ما تنفعش في النادي الاهلي لانهم بيلعبوا على المرتده وبيلعبوا مع فرقهم على المساحات. لكن لما بيجي النادي الاهلي، بيجي النادي الاهلي الجزء الامامي بيلعبوك من اخر 30 يارده الفرقه. نعم. فما بيبقاش عنده مساحات، هو اصلا مهارته في الجري وفي السرعه والهجمه المرتده. لكن انت محتاج واحد زي اجايي مثلا لما جبته، محتاجه. أوكي. بيعرف يحط الكره تحت رجله زي فلافيو، بيعرف يجيب جون. يعني اللعيبه اللي انت لازم تجيبها في النادي الاهلي لازم تكون لعيبه على
مستوى عالي فنيا وشخصيا. لانه الشخصية النادي الاهلي غير الانديه كلها المصريه. نعم. شخصيه النادي الاهلي انت بتكسب ماتش واثنين وثلاثه وخمسه وعشره وتيجي تتعادل ماتش الدنيا تهدد. دي طبيعه النادي الاهلي، فلازم تبقى انت بتعرف الضغط. الحاجه الثانيه المهمه اللي عايز اقول لك عليها، احنا لازم نبحث عن الاسباب، مثلا الاسباب اللي خلت اللعيبه في السنتين الاجهاد اللي وصلوا له، ابحث في الاسباب دي. الاسباب ان انت لعبت السنه 75 ماتش او 70 ماتش، ما هو ده بقى الاستفاده. انك انت لازم تعرف انك هتعمل كده تالت. اوكي، فلازم تشتغل عليها تالت. السنه دي هتبقى يعني اخف شويه برضو يا كابتن عادل، تهيألي يعني على حسب اللي احنا يعني ما فيش ماتشات كاس عالم، ما فيش كذا، كاس عالم الانديه يعني، ما فيش تصفيات امم افريقيا، ما فيش امم افريقيا، ما فيش دوره عربيه، مهما حصل بطوله عربيه يعني. لازم يتبحث في الامر ده. اوكي، ان السنتين اللي فاتوا من انهي ناحيه يا كابتن؟ ما هقول لك، من ناحيه اللاعبين، عدد اللعيبه، عدد اللعيبه ولا اللي اسمه الاستشفاء ممكن يتغير باي طريقه. لا مثلا، ما انا هقول لك حاجه، انا بسال. لا، ما انا هقول لك حاجه، العلاج تكتشف المرض هتعالج صح. أوكي. مش هتكتشف المرض هتعالج غلط. وجهه نظر، تمام. عشان انت تعالج صح يبقى أوكي. لازم تعرف حاجه. انا بكلمك على انت خسرت دوري سنتين. مزبوط. اسباب ايه؟ الاجهاد، اسباب ضغط المباريات الكتيره اللي عليك. فانت كنادي كبير زي النادي الاهلي لازم تحط نفسك في الموقف ده لثالث سنه، اشتغل على كده بجانب الاسباب الاخرى طبعا الفنيه وكذا. لا في حاجات عشان الناس كتير ما تقولش يعني لا في حاجات لا في حاجات كتير انا بتكلم على اللي انت النقطه دي، النقطه دي بتاعت الاجهاد وعدد اللاعبين والحاجات دي. انا ما بيهمنيش عدد اللاعبين قد ما بيهمني الكواليتي. بمعنى اي تيم في العالم، برشلونه، ريال مدريد، الانديه، ليفربول، الانديه اللي بتلعب زي النادي الاهلي على المستوى العالي. أوكي. انا بتكلم في مصر، النادي الاهلي بيلعب على المستوى العالي زي الانديه دي. أوكي. لان في مصر النادي الوحيد اللي بيلعب في جميع البطولات، والوحيد اللي بيوصل للنهائيات، والوحيد اللي بيحط نفسه في الاجهاد ده هو النادي الاهلي بخطره. هو النادي الاهلي اللي بيشرف مصر علشان يوصل للنهائي ويلعب أوكي. لبطوله افريقيا والحاجات دي. فانت لازم يجب انك انت تجيب لاعبين على المستوى بتاع النادي الاهلي. والمهم انك لازم تستثمر لاعبينك الصغيرين. اوكي، استثمار يعني اللي انا شايفه اللي هو اللي هيديك استمراريه. احنا اكتشفنا حاجه مهمه جدا، ان اكتر من مباراه الروح لعيبه النادي الاهلي ما كانتش عاوز اقول لك في احسن حالتها. انت النادي الاهلي اهم نقطه بتميز اللاعبين عندك هي الروح. مظبوط. فقط الروح دي انت بتجيبها منين وبتتعلمها فين؟ بتتعلمها في النادي الاهلي. احيانا ممكن تجيب لعيب كويس من بره لكن ما عندوش السمه والصفات دي، ما عندوش الروح العاليه اللي احنا طول عمرنا بنتمرن عليها طول عمرنا. انت عارف احنا كنا لما نمرن الناشئين كانوا بيسنطروا، بمعنى يسنطروا في دوري مرتين ثلاث مرات. عارف يعني ايه؟ يعني ما بيتغلبوش، يعني بيكسبوا دايما، يعني انت بتعلمهم المكسب. وشه عمره ما يكون مبسوط لو لعب مباراه وحش او اتغلب مباراه لمده طويله من الزمن. فالحاجات دي كلها، الصفات دي لازم تكون الايام اللي جايه تكون اللي موجوده. انا مش دعوه باللعيبه اللي جايه ولا مش اللي جايه. أوكي. وبعدين الاستراتيجيه انت لازم تعملها على الاماكن المظبوطه اللي عندك. انت ممكن تكون عندك احسن لعيبه في اماكن، وممكن في مكان تاني ما يكونش عندك احسن لعيبه. نعم. فبيحصل الخلل هنا. انا بكلمك مش على النادي الاهلي، بكلمك على المنظومه، كيفيه تكوين فريق من وجهه نظرك، او تكوين جزء من فريق تاني، او قائمه لاعبين، او قائمه لاعبين. ده اللي انا كنت بتكلم عليه في الاول يا كابتن اسلام. لازم تراعيها كويس، لازم تراعي انك انت يبقى عندك 10 لعيبه اساسيين و10 لعيبه احتياطيين على نفس المستوى. ايوه. واربع جواكر في كل مكان. يعني في حته الدفاع لازم يبقى عندك جوكرين، نص الملعب يبقى عندك جوكر، المهاجمين يبقى عندك جوكر. اربع لاعبين دول من زياده عن ال20، يبقى عندك 24 غير الحراس. لو عملت الشكل ده، الشكل ده اضمن لك حتى لو عندك مباراه مضغوطه زي السنين اللي فاتوا افتكر انك هتعمل انتاج اعلى. ممكن بس يا كابتن بعد اذنكم اشرك معانا الجمهور، لانه النهارده مهم جدا. وانا كان سؤالي للجمهور، مين من اللاعبين المحليين اللي هم كلهم مستواهم عالي؟ انا لا اشكك في لاعبين، كل لعيبه مصر
او كل اللاعبين المحليين مستواهم عالي، لكن ما احنا لعيبه الاهلي مستواهم عالي برضو. يعني فاهم قصدي ولا مش فاهم؟ يعني احنا كلنا فوق، عشان ما حدش يقول بس ان اسلام او البيت الكبير بيقللوا من لعيبه ابدا اطلاقا. انا بقول ان اللعيبه كلها في مصر مستواها عالي اهو، عشان ما حدش يقول لي معلش يعني لازم عشان نقول الكلمه. لا انا عايز اقول لك على حاجه، انا بس كنت عايز اشارك الجمهور معايا. اتفضل. رغم اللي احنا مرينا بيه ورغم اللي احنا كل اللي اتكلمنا فيه ده وكل التدعيمات اللي احنا بنتكلمها ما اعرفش ايه، فانا كل ماتش بلعبه انا بطلع ب 8 9 فرص، ده اسوأ ما كنت موجود باهداف يعني. أوكي. 8 9 فرص وفيهم ماتشات بتخلص 3 وفي ماتشات بتخلص 4، بس انا ما جبتهمش وفي ماتشات انا عايز اجيبهم بقى مثلا. فاحنا الميكانيزم والشكل والاستراتيجيه بتاع كلنا بنعرف نروح للجول. أوكي. احنا ينقصنا ال 10 لعيبه دي اللي بتعمل المجهود الكبير ده كله في الوصول للمنطقه اللي احنا بنخلص فيها. أيوة. نتيجه واهدافا وكل شيء، هي دي المنطقه اللي انا دايما بحسس عليها ان لازم يكون فيها اثنين سوبر. أوكي. يعني اثنين سترايكرز الناحيه الهجوميه، الناحيه الهجوميه دي لازم اثنين يكون عندهم استثمار للمجهود اللي بيحصل من الاطراف ومن نص الملعب. أوكي. وزي ما عادل قال لك انا هيبقى عندي جواكر وعندي بلاي ميكرز وعندي ده لازم طبعا، ده طبيعي جدا. يبقى عندي قفشه واحد كمان بلاي ميكر كويس، مش هيبقى عندي يعني. انا جبت قلت مثلا يا يعني كابتن محمد هكلم معاكم في النقطه دي بس هشرك الجمهور عشان نقدر نكمل معانا. بس هيثم محمد بيقول على تويتر، يا جماعه برضو ابعتوا لنا على تويتر على الفيسبوك على الانستجرام عشان برضو نشرك كابتن عادل وكابتن شريف ويقولوا وجهه نظرهم في هذا الامر. يا كابتن اسلام انا رايي ان مفيش لاعب في الدوري المصري افضل من لعيبه الاهلي، احنا معانا افضل لاعبين في افريقيا، الحل في الاجانب، مش كل نادي هيتنطط علينا ويطلب ثلاث لعيبه ومقابل مالي. كمان انا شايف ان احنا السبب الجمهور ان احنا قللنا من لعيبتنا وانتقدناهم جامد. يعني مش عارف وجهه نظر، ترد على حد يرد على ده ولا خلينا نكمل؟ لا انا كله شايفه بيتكلم صح جدا. اول حاجه بيتكلم على انه اللعيبه المحترفين انت محتاج يعني عندك ثلاثة فاضل لك اثنين، فاضل لك اثنين لعيبه يزيدوك فوق تحت انت عارف يعني خمس لعيبه في الملعب. بس انت لازم تعرف حاجه مهمه، اللاعب المحترف اللي يجي من بره لازم يكون افضل من اللاعب المحلي بدرجات. ايوه مش بدرجه، صح بدرجات. ليه؟ صح. لانه لو انا هجيب لاعب اقل شويه او زي اللاعب المحلي يبقى انا ادي اللاعب المحلي. اوكي. ماليا هيبقى اقل، هيفيد المنتخب القومي. ايوه. لكن انت لما تجيب لاعب محترف لازم تجيبه بصفات وسمات. اما حته اللي الناس مقلله لعيبه النادي الاهلي، انا عايز اقول لك حاجه مهمه فعلا، انا معاكو ان اللعيبه اللي في مصر ممكن تكون لعيبه النادي الاهلي اعلى، ولكن بشرط. ايوه. ايه هو الشرط؟ فضل. انك انت انا كمدرب اوصل اللاعب للحته ان هو الابداع فيه. أوكي. ده رقم واحد. رقم اتنين، اللعيبه اللي في الانديه الاخرى ما بتلعبش تحت ضغط. اقول لك حاجه، الاهلي بيلعب اي فرقه، انا مش هقلل من حد، لكن الفرقه دي تشوفها بتلعب مع فرقه تاني متوسطه زيها، المباراه بتبقى ضعيفه فوق ما تتخيل. اوكي. فلعيب النادي الاهلي ال 34 اسبوع صعبين جدا، ال 34 اسبوع تركيز اعلى تركيز من الانديه الاخرى، عشان أيوة. كده بيبان قوه اللاعب اللي في النادي الاهلي وقوه اللاعب اللي بره. تمام. عشان كده نوعيه اللعيبه اللي لازم تبقى موجوده اللي من اول 10 دقائق ربع ساعه بتخلص المباراه تقدر تستحمل كمان زي زي السنه بتاع التيشيرت اللي انت بتتكلم عنه. التيشيرت الاهلي ده اللي هو من اول 20 دقيقه المباراه انتهت. تمام. ما يبقاش معاه حد تاني في الموضوع، هدف واثنين وثلاثه، ودي الخبرات اللي هم يعني شافوها في السنتين اللي فاتوا. ضيعت اثنين دوري بضياع الوقت، ان انت بتفضل هيد تو هيد مع الناس. والله اسلام انا الماتش لو عدى اول تاف تايم احنا ما بنجيبش جوال، تاني تايم بيبقى 25 دقيقه. تاني تايم بنلعبه 25 دقيقه، اصابات وناس بتقع في الارض وتيجي في الاخر يقول لك 6 دقائق. عشان بس في تعليقات كتيره نقدر نرد على الناس. احمد الشبراوي بيقول ابراهيم عادل واسامه جلال من بيراميدز مش احسن بس اضافه جيده جدا. تمام. عماد محمد بيقول اسامه جلال خامه ممتازه مش احسن من العندله، غير انه بقى ممتاز وبيلعب ماشي. تمام. اتفهمت. محمد المالكي بيقول ما فيش اي لاعب في مصر حتى لو محترف يقدر يعمل اي حاجه في الاهلي، وكان نفسي بس سعد سمير وكريم نيدفيد يرجعوا من الاعاره، اما باقي الاعارات محتاجه. غير كده يا كابتن ما فيش يا كابتن اسلام ان احنا محتاجينه في الاهلي لاعب واحد بس اسمه الراحه. ده كلام محترم جدا من
اللي هو ان احنا محتاجين لاعب بس اسمه الراحه من محمد الملكي، وحضراتكم جاوبتوا على هذا الامر يعني من شويه. لا يوجد، حسني ايهاب بيقول لا يوجد لاعب محلي يستحق، طبعا دي وجهات نظر ماشي، وهذا ما ينقصنا مع البناء على الفتره اللي جايه. هو بيتكلم ان مفيش برضو يعني لعيبه كتير تقدر تيجي. سمير يحيى بيقول اعتقد النادي الاهلي محتاج تدعيمات، ولكن حسب رؤيه الاداره مع تحفظي على مغالاه الانديه ومطالبهم الخرافيه. مثلا يا كابتن في مغالاه الانديه، انا ما اعرفش على فكره ايبوكا، احنا بقالنا اسبوع تقريبا بنحاول نجيب ايبوكا تحديدا، لانه كان اكتر اسم متداول ان هو هيروح النادي الاهلي. انا ما اعرفش ان هو يعني هل عرض ولا ما عرضش، هل توافق عليه ولا ما اعرفش، لكن انا بقول فجبنا على السوشيال ميديا فقعدنا نحلله، لان ان هو واحد من افضل رؤوس الحربه اللي موجوده في مصر بالفعل، ولكن في المساحات الواسعه زي ما اتكلم زي جون انتوني في المساحات الواسعه. يعني ايه في المساحات الواسعه؟ يعني انت النادي الاهلي بتلاعب اي فريق من الدوري 30 بيلعبك متر ازاي؟ بيلعبك زون ديفنس. الله ينور عليك. جون ايبوكا لا يجيد في المساحات الضيقه، فده وجهه نظرنا احنا على فكره، ملهاش علاقه بالنادي الاهلي او باداره النادي الاهلي. في كمان اعتقد يا عادل بيجي مدير فني بيتعرض عليه، بيبقى عندهم سيديهات وعندهم فيديوهات وعندهم سيديهات وعندهم حاجات للعيبه معينه، واعتقد مراقبه اللعيب والشكل اللي انا بقول لك عليه ازاي هو في الاندماج مع لعيبه النادي الاهلي. أيوة. واسلوب النادي الاهلي ازاي يترجم امكانياته هو بالظبط، فهل هو هيقدر على انه بيعمل ضغط هجومي على الفرقه اللي قدامه، مش على فترات مع الفرقه اللي هو فيها حاليا. أيوة. ده عايز ضغط هجومي في 20 25 دقيقه، هيعمل له بتاع 7 8 هجمات اسرع من الصوت زي بواليا. يعني انا بتخيل زي بواليا، بقول لك ان كويس جدا مع الجونه ليه، لانه بيتعرض للمساحات، لا معايا هيتعرض لاجهاد وهيتعرد لشد وهيتعرض لده، ولا ده لعيب لا يقدر كده طريقه اللعب يا كابتن شريف. حاجه مهمه قوي، النادي الاهلي كل الفرق بتلعبك 30 يارد الاخرانيه، محتاج صفات ومهاره خاصه في اللعيب. انت كل مكان وليه مهارته، وكل مكان ليه صفاته، انك انت لما تيجي تعين لعيب او تجيب لعيب فبتجيبه على امكانيه المكان ده. لكن النادي الاهلي ليه كمان صفات. صفات ايه النادي الاهلي؟ أي. انك طول الوقت بيتلعب عليك زون ديفنس، طول الوقت بيتلعب عليك هجمه مرتده، فانت عاوز ده. تقيد حاجتين، تبقى عندك حاجتين، عندك المهاره الفرديه اللي انت تقدر تقف على الكوره وتقدر تعمل محطه، عندك مهاره التفنيش، لانك اكتر فرق الدوري بيبقى قدام الجون وعنده هجمات كتيرة، عنده الحتة بتاعت الهجمة المرتدة اللي عليك ازاي تقدر تنهيها، ازاي تقدر تعمل الضغط من اول ما الكرة تروح منك قدام، زي الاندية الكبيرة كلها وزي النادي الاهلي لما كان بيعملها. كل الحاجات دي محتاجة نوعية لعب خاص، واكتر كمان محتاجة فكر مدرب. طيب. يقدر يقسم الموسم على اكمل وجه، لان كانت دي عندنا مشكله فيها. احمد محمد الصغير هو كاتب 3 4 كومنتات احنا على التويتر يا شباب، احنا كجمهور للاهلي ومحبين له ننساق وراء من في مصلحته اثاره البلبله، احنا اهلاويه وفاهمين ان ادارتنا اداره محترمه لم تدخر جهدا لمصلحه الاهلي وجمهوره، الاهلي فوق جميع. محمد فيود بيقول لا لاعبين افضل لعيبه تمام، رنا 7 بتقول بصراحه لا، لان في لعيبه كتير بتكون نجوم في فرقتها وبتيجي. طب الحمد لله ان في ناس متفقه مع الفكره اللي انا قلتها، على فكره دي وجهه نظر يعني البيت الكبير، مش يعني لو حضرتك عندك وجهه نظر مختلفه اقولها، لو الكابتن عادل عنده وجهه نظر انا ما عنديش مشكله خالص في هذا الامر. بالعكس احنا عايزين نتناقش علشان يقدر الجمهور الاهلي يطلع من حضراتكم بافضل حاجه. يعني نفس التفكير، احنا كلنا في شكل واحد اللي هو ازاي الاهلي ما يعديش في اللي عداه في المواسم اللي فاتت. حاضر. احنا اتكلمنا قلنا مش هيبقى نعم. عندنا نعم مش هيبقى عندنا الضغوط اللي كانت موجوده عليها، كاس عالم انديه، كاس العرب، الارتباطات الدوليه اللي كانت بتاخد منها اللعيبه كلها. كنت بتحس واحد زي سوليا مثلا لعب حوالي 75 مباراه زي ما انت قلت على ما اعتقد، صح صح، ما ضيعش دقيقه، 73 74 من تمثيله للبلد وتمثيلك معاك افريقيا ودوليا مع كاس العرب وكاس افريقيا الانديه ابطال العالم وكاس عالم الانديه. فاللعيبه زي ما انت بتتكلم على الكواليتي بتاعنا هايل، كلها كان محتاج راحه، كان محتاج راحه. الشكل الجاي بقى يا اسلام، انا كواحد بحس ان انا كان عندي شورتج او عندي تقصير في انهاء الهجمه. ده لعيب انت كاداره كبوزيشن، اوكي كبوزيشن في المكان او كاماكن يعني، وكأ
طريقه لعب. نعم. يعني انا مش هفضل احمل حسام حسن او محمد شريف الشكل اللي هو لازم يترجم لي انهاء الهجمه لوحده. طب ما انا كان في واحد عندي اسمه مانويل جوزيه كان بيلعب 3 5 2 وكنا طول عمرنا بنلعب باثنين فراوده ما كانش عندنا مشكله وثلاثه في العمق ديفندر ورا. كانت الطريقه دي مع النادي الاهلي طريقه ناجحه جدا، وجت طريقه بعد كده 4 2 3 1 دي وعممت مع كذا حد من انجح الناس اللي لعبوا، يمكن لعب بيها فايلر وقبل فايلر كان من سوماني وحسام البدري كان فايلر كان وفايلر رجع بعد وفايلر كان بيحضر تيم استغله موسيماني بعد كده يعني بالزبط. فايلر بصراحه سايب تركه كويسه جدا لموسيماني اشتغل بيها وخد حوالي بيها 6 بطولات. فالراجل اللي قال لك كلمه الراحه دي هايل ابو يوسف بيفهم. هنروح للفيسبوك، حطوا لي الفيسبوك يا شباب عبل ما اخلص بس 3 4 برده كومنتات. طيب يوسف اشرف يا كابتن مفيش لعيبه تلفت النظر في الدوري، هم 2 3 يتعدوا على الصوابع، عبد الله وبوبو وابراهيم عادل. ده سيد عام، انا بقول بالاسماء اهو يا جماعه، لا يوجد لاعب بارز في الدوري ان ينضم للاهلي، واعظم صفقه هي اراحه لاعبي. الحقيقه صح، انا معاك في هذا الامر والكباتن برضو متفقين في هذا الامر اللي هو اراحه اللاعبين. محمود رمضان وده من التوب فان لقناه الاهلي، لعيبه الدوري كلها شبه بعضها، ما فيهاش اللعيب اللي يعمل فارق، الاهلي محتاج مدرب قوي يفوق اللعيبه. تاني احمد محمد السعيد بيقول احمد رفعت واحمد ياسين. محمد مالكي بيقول يا اسلام احنا عندنا احسن لعيبه في مصر ده وافريقيا كمان، احنا محتاجين تدعيمات اجنبيه احسن من الموسم اللي فات. ماشي. وحاجه كمان اهم من كل الصفقات اللي هي ده لسه كنا متكلمين عنه، شعبان عبد اللطيف بيقول ممكن اسامه جلال في الدفاع وعايزين مهاجم سوبر. امال حكيم بتقول يا كابتن لعيبه الاهلي احسن في احسن لعيبه في مصر، ما فيش حد زيهم، ان شاء الله ربنا يوفقهم فيما هو قادم. طه الزياتي، محمد ابراهيم وشادي حسين. محمود فتح الله، ده خالد عبد الجليل مبارك، محمود فتح الله، ابراهيم عادل، محمود حماده بتاع فاركو، غير كده شكرا. مدحت سيد بيقول احمد رفعت ومحمد ابراهيم. حمو عفيفي بيقول محمد محمود يستطيع ان يصنع، محمد محمود هو ده اللي انا كنت هتكلم عنه يا حمو، لكن هنتكلم عنه دلوقتي. صلاح ابراهيم بيقول فيش ولا لاعب عندنا افضل اللاعبين في كل المراكز مع استعاده محمد محمود واكرم توفيق وعوده طاهر وتصعيد محمد اشرف بديل لمعلول واحمد عبد النبي وباقي اللاعبين الشباب، خامات جيده، خامات جديده، نحتاج فقط 2 لاعبين اجانب يكون مستواهم اعلى من مستوى اللاعبين المحليين. وده كلام الكابتن شريف وكلام الكابتن عادل. عبد الرحمن العريني من على تويتر بقى، اي لاعب في الاهلي احسن من اي حد في الدوري، محمد حمدي، احمد نبيل، محمود عم، يعني يكونوا افضل. الحقيقه يعني جاي لنا تعليقات كثيره جدا، انا بحاول حتى يا جماعه لو في حد له وجهه نظر مختلفه لو سمحت حطوها لنا برضو من على الفيسبوك، علشان انا بحاول ادور على وجهات نظر مختلفه، لكن الحقيقه الناس متفقه مع كلامنا وكلام الكابتن شريف والكابتن عادل النهارده بشكل كبير يعني الحمد لله. واهم حاجه بيقولوا او بيؤكدوا عليها يا كابتن شريف ويا كابتن عادل اللي حضراتكم اكدتوا عليه، الراحه، هي بيقولوا ان هي دي المكسب الاول. وفي ناس كلموا على الصفقه السوبر يعني اللي هو وده اللي حضرتك قلته، المهاجم السوبر ده وبعدين مش لازم يبقى في كذا عادل كذا صفقه، هما صفقتين سوبر كويسين انت تقدر تستخدمهم مع اللعيبه اللي عندك الراحه دي كمان، اعتقد ان كل شيء طبيعي يعني مفيش اي حاجه هو بس مش طبيعية يعني. هو في نقطة عايز اتكلم فيها. اتفضل يا كابتن. الجمهور جمهور النادي الاهلي واعي عارف كل حاجة، ولكن في امور بتبقى في الداخل مع المدير الفني هو بيقدر يتكلم فيها، واحتياجات الفرقة، احتياجات الفرقة على المدى الطويل. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت كمدير فني جديد ممكن تيجي لازم تحضر لي انك انت يكون عندك تيم مميز، تيم فيه اكتر من 16 17 لعيب مميز، والاربع خمس لعيبه انت تقدر تعملهم. وانا بقول دائما التيم القوي بيبقى عنده حوالي 18 لعيب كويس وعنده 4-5 ناشئين يقدروا يشيلوا الفرق اجزاء من الموسم، وهي دي الراحه اللي انا بتكلم عليها. اسكان الضغط البدني اللي تعرضوا للنادي الاهلي والظلم الكبير في ازمنه المباريات، ومش ذنب النادي الاهلي ان هو متميز وبيلعب لك بطولات عالم وبيلعب لك وبيوصل لنهائي افريقيا، وكل سنه بقاله 3 سنين بيوصل لنهائي افريقيا، فدي
ضغط كبير قوي. الناس لازم تعرف حاجه مهمه، النادي الاهلي لعب اكتر، واتكلمنا في الموضوع ده كتير. أيوه. النادي الاهلي لعب اكتر من 32 مباراه في السنتين، في السنتين اللي فاتوا اكتر. 24 كان في 26 في المباراه، يعني النادي الاهلي لعب اكتر من 40 مباراه، ازيد من الانديه المصريه كلها. فعلشان كده حصل الدروب في السنتين بتوع النادي الاهلي. وفي اخر الامر عشان تجيب لعيب يتحمل تيشيرت النادي الاهلي، ممكن انا في وجهه نظري لو عايز تجيب هتجيب من بره، تجيب 2 لعيبه سوبر، وتقدر تجيب اكتر كمان من 2 لعيبه. يعني كره القدم صناعه دلوقتي، انا اقدر ابيع واشتري احسن، وابيع واشتري احسن. ممكن افك لعيب بثلاثه لعيبه، يعني ممكن يكون عندك لعيب انت شايف هو ده الاحتراف، انت شايف اللي هو مكسر الدنيا، لكن انت ممكن تجيب 2 لعيبه بثمنه افضل منه. هو ده الاحتراف الحقيقي، هو ده اللي انت تقدر تعمل تشتغل فيه كانديه. انا بتكلم كانديه مصريه، ولكن في اخر الامر النادي الاهلي اكثر نادي احترافا. وانا مش عشان بنتمي النادي الاهلي بقول الكلام ده، احنا بنتكلم على نادي عنده استمراريه في حته المكاسب، حته البطولات الدوليه القاريه، ودي حاجه مهمه جدا انت بتبقى محتاجها كدوله. يعني الكره المصريه محتاجه ان هي كمنتخب وكانديه يوصلوا للبطولات القاريه، يمثلوا مصر في البطولات القاريه، عشان طيب. اسم الانديه بتعلى، اسم اللاعب بيعلى، اسم المدرب بيعلى في القاره الافريقيه. سؤال مهم الحقيقه اسامه محمد السعيد، وانا هتكلم يعني انا النهارده قلت لازم نبقى بنتكلم، وخلي بال حضراتكم معلش انا لازم اكرر هذا الامر، ان انا يعني النهارده لما حبيت ان انا اتكلم مع فريق الاعداد يا كابتن وجينا نتكلم، قلنا يا جماعه احنا هنقول وجهه النظر بعيدا عن، لان اداره النادي الاهلي لها مطلق الحريه، هي بتختار زي ما هي عايزه. يعني ممكن بكره يبقوا عاملين 10 صفقات، ما يعني ما عنديش مشكله، هبقى مبسوط يعني وسعيد. ممكن يبقوا عاملين صفقه واحده، ما حدش عارف اللي هيحصل ايه. فانا النهارده قلنا لا يا جماعه احنا هنتكلم بهذا بوجهه نظرنا اللي هي وجهه نظر البيت الكبير، بعيدا عن وجهه نظر اداره النادي تمام، مالناش علاقه يعني. والنادي الاهلي طول عمره كده، محدش بيعرف. الناس لازم تعرف نقطه مهمه، احنا اهو بننتمي النادي الاهلي وشغالين في قناه الاهلي وبنطلع وبنحلل النادي الاهلي. عمره من ساعه ما لعبنا واتمرنا والناشئين يا حد ما بطلنا وبقينا مدربين جوه النادي الاهلي، ما حدش بيعرف الاداره بتعمل ايه في الخارجيه الا المعنيين بالامر فقط لا غير. ودي النادي الاهلي مش زي الانديه الاخرى، حتى واحنا بنلعب ده حاجه هقولها، بيجي علينا لعيب واحنا قاعدين احنا ما نعرفش ان هو كان جاي لنا اصلا، ولا نعرف اهلا وسهلا وبتفضل وبخش لعيله الاهلي ودخل الترس وخلاص. طيب لانه اسامه الحقيقه اسامه محمد السعيد على الفيسبوك قال كلام كويس جدا. سؤال يا كابتن اسلام، مع كل الكلام عن اللاعبين الاسماء الدائره دي، يا ريت تقولوا لنا ايه الفرق بين ابراهيم عادل، هو كاتب عادي بس هو المفروض عادل يعني اكيد، وزياد طارق، غير ان ده بيلعب وده ما بيلعبش، انما كمهاره. وكذلك محمد محمود وبوبو، خلاص محمد محمود جاي الاهلي احسن لاعب وسط صاعد في مصر، اتصاب ووزنه زاد شويه وبقاله كتير ما بيلعبش. يعني انا اتكلمت على محمد محمود تحديدا، ان انا احنا بندور على او النادي الاهلي بيدور على حد يساعد قفشه يكون موجود معاه في هذا المكان اللي هو بيلعب فيه اللي هو 10. هل عندك اسماء ممكن تكون افضل من محمد محمود يبقى هو وقفشه بيتنافسوا على هذا المكان؟ لا قفشه ده قصد السؤال اللي الاستاذ محمد محمود احنا اتكلمنا عنه في اخر استوديوهات وطالبنا بوجوده بوجوده بوجوده. انا ما كنتش فاكر لو تفتكر يعني احنا كنا دايما كان عادل مسافر معانا دايما بنقول محمد محمود لازم ياخد محمد وليه بينزل اخر 3 دقائق وليه. فكان في تدعيم بالنسبه لنا كرؤيه فنيه مش اكتر. اللعيب ده يعني اللعيب ده خف خلاص واحنا جايبينه، وهو انا كنت بسميه لعيب ستريتش يعني أوكي. يقدر من نص الملعب يبقى مهاجم تاني في نفس الوقت، وفي نفس الوقت بيرجع يلم الكوره وممكن يبقى بلاي ميكر ويقدر يعمل حاجات كتير جدا. انما الفرصه والاصابات والوقت والحاجات دي باللعب هو اللي يقدر يرجع تاني لمكانه، ويقدر الناس يستكشفوا بقى كل حاجه في محمد محمود. هي دي الحقيقه، احنا ما لحقناش نشوفه عادل من ساعه ما جه، يعني لما جه اتعور على طول. في لعيبه تانية انا عايز بس كان في على الشاشه ناس بتطالب اسامه جلال ومحمد ابراهيم بقول لك ايه يا اسلام اتفضل. ما محمد ابراهيم ده كان في فرقه كبيره قوي في الزمالك، في الزمالك وبعدين راح فين؟ راح فرق تانية. اوكي اسلوب شخصيه اللعيبه اللي تيجي النادي الاهلي مش اللي هي وان مان شو،
لو محمد لعيب كويس جدا حقيقه برضه، يعني خلينا مش اللي هو وان مان شو، مش احمد رفعت اللي الفرقه بتاعته بتتكل عليه. احمد رفعت ده ابننا اصلا. ولازم الكره تروح لاحمد رفعت عشان نبتدي الهجمه ونعمل، لا النادي الاهلي ده ملك عادل، روح وحيويه ونشاط بتجمع بالكومبينيشن بكل الناس، اذا كان اعمار سنيه، اذا كان خبرات موجوده، اذا كان صفقات زي ما انت قلت تقدر تغير الشكل حتى تخلي الفرقه اللي احنا. لا يا كابتن، انا شخصيا مقتنع بهذا الكلام. يعني انا ما اعرفش حضراتكم معايا في هذا الكلام ولا لا، لكن انا كاسلام انا مقتنع بكده. طب رجعني الاهلي للسؤال. يا كابتن اللي يجي الاهلي يا كابتن يجي يعني كلهم مستوياتهم عاليه جدا، عندنا لعيبه مستويات عاليه جدا، لكن مش ده قصدي. انا قصدي ان اللي يجي الاهلي لازم يكون مختلف، يعمل يعني لما حضرتك انا بتكلم على جيل، وحضرتك لو تقدر تكلمني على جيلك والكابتن عادل يكلمنا على يبقى ريت. انا بتكلم على الناس اللي انا تشرفت بالتواجد معاهم، كان يعني مثلا لما تيجي تتكلم على بوتريكا اعتقد جه عمل فرق، يعني مش اعتقد ده مليون في المية بوتريكا عمل فرق، اي حد كان موجود عمل فرق، محمد بركات جه عمل فارق، وائل جمعه جه عمل فارق، شادي محمد جه عمل فارق، احمد السيد، حسام عاشور واحمد السيد وعماد متعب طلعتهم من الناشئين عملوا فارق، خلاص بقى محمد شوقي عمل فارق. انا بتكلم على الجيل يعني انا سيد معوض، احمد فتحي، ما بقيت كتله واحده، بقيت وحده واحده، بقى اسلوب واحد، الطريق كان رمضان قبل ما يمشي. كل الناس اللي بتيجي النادي الاهلي لازم تبقى فيها حته تميز. اوكي، في حته انا جايبه وحط عيني عليه وجاي يلعب هنا في النادي الاهلي ده، يعني حتى الفرق اللي قدامنا عادل مش هتعرف الراجل اللي جاي ده امكانياته ايه، اللي هو متعود على محمد طاهر ومتعود على حسين الشحات انما لو جبت حد لازم يبقى فيه حته زياده بتساعد محمد طاهر وحسين الشحات يشوفوا شغلهم، يعني هو جنب اي حد موجود. يعني فاهم اسلام قال كلمه على فرقته اللي كان موجود فيها، يعني مش قصدي انا قلت لو حضرتك تقدر تقول لي. اقول لك حاجه، اتفضل، خلينا نبقى محقين. اتفضل. في جيل كره القدم كده اجيال، طبعا في جيل زي الجيل بتاعكم لا يعوض بمعنى، والاجيال بتاعتنا اللي قبله واللي قبل لا تعوض. بالظبط. كره القدم المستويات نزلت، المهاره قلت، بقت صناعه اكتر. اوكي. وحتى صحه اللاعبين، انا بكلمك انا عامل فيها دراسه، صحه اللاعبين غير الاول، الحاجه الثانيه مهاره اللاعب غير الاول. أوكي. لان طرق اللعب اتغيرت. أيوه. فلما اجي اتكلم على الجيل بتاعك، لما اعد 15 لعيب سوبر، اي جيل الفترة دي في اي نادي حتى في النادي الاهلي مش هتعد ال 15 السوبر، السوبر اللي زي ابو تريكا وزي بركات وزي محمد شوقي. خلينا نبقى منطقيين، احنا افضل ناس في الاجيال دي في الاندية دي او في اللعيبة بتاعت العصر الحالي ده، لكن لو رجعت انت للوقت ده لا، هتلاقي كل واحد في الفرقة، يعني انت بتتكلم على فروت زي عماد متعب، بتتكلم على فروت زي مثلا احمد بلال، وتتكلم على فراودة جت في النادي الأهلي في الفترة دي، أنت لسه إلى الآن ما جبتش عماد متعب. أيوه. مش علشان الـ 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 الموضوع قل في مصر، ده اللي أنت بتدور عليه، ما فيش في مصر. تعال قول لي، تعال قول لي منتخب مصر، منتخب مصر بجلالة قدره، الفراودة اللي تقدر تمثل منتخب مصر، هل هنقدر نجيب زي عماد متعب في الفترة دي؟ إحنا ما عرفناش، إحنا خرجنا من كأس العالم احمد ميدو، حسام ميدو، ما انا بقول لك انت خرجت من كاس العالم عشان ما عندكش راس حرب يقدر ينفذ لك. اقول لك حاجه تانية، اتفضل. الباك رايت والباك ليفت في مصر انت بقالك 15 سنه عندنا مشكله، عندك مشكله بتصنع بعد احمد فتحي شويه، احمد فتحي كان بيلعب سيرد باك، احمد فتحي من اللعيبه الكويسه ولعيب قوي جدا مثلا على سبيل المثال، لما كنت انت موجود، ولما كان الناحيه الثانيه سيد معوض موجود. انا بكلمك على فترات انت تقدر تقول عليها الله يرحمه محمد عبد الوهاب، لكن تقدر تجيب لي باك ليفت دلوقتي؟ الحمد لله طلع ابو الفتوح مثلا لمنتخب مصر، كان محمد عبد الشافي الحقيقه برضه واحد من اللاعبين، محمد عبد الشافي بس كده طبعا بتاع لا ما هو الجيل، محمد عبد الشافي الجيل القديم القديم ما تدخلوش في الجيل ده. ايوه بصراحه، شكلا وموضوعا وفكرا وادبا واخلاقا، الجمهور الاهلي كله بيحبه على فكره. محمد عبد الشافي، محمد عبد الشافي حاجه هايله. هقول لك حاجه على محمد محمود، يمكن من اول الناس محمد اللي محمود. طلبوا محمد محمود. أوكي. من اول الناس اللي طلبوا مجيئه النادي الاهلي كنت انا موجود، كان محمد محمود، انا كنت شايف فيه من افضل اللاعبين، ولكن بدلك حصل له محمد محمود، حصل له اتنين رباط صليبي، وكريم محمد محمود كان يبقى يعني انا كنت بشوفكم في الاستوديو التحليلي بتصرخوا يا جماعه هو محمد ما بيلعبش ليه؟ انا كنت بقعد اشوفكم، انت عارف انا في الاستوديو التحليلي، عارف تخيلتها ايه؟ محمد محمود ما بيلعبش، انا تخيلتها ان ده اوكي خلاص. ما هو ده انا قلت كده على فكره.
يعني احنا ده احنا عارفينه. انا قلت خلينا نجرب بقى في دول ونشوف. انا قلت كده احنا عارفين ده خلاص ده بس برضه يا كابتن هو كان محتاج. هو محتاج يعني هو محمد وبينزل ربنا بيرزقه بجول وبعدين ينزل جول برافو عليه بينفذ هجمه صغيره ثلاثه ربنا يكرمه ويبعد عنه الاصابات لانه مهم جدا ان احنا نشوف محمد محمود وبقيه اللاعبين. انا بتكلم على محمد تحديدا ليه؟ لانه محمد من الناس اللي احنا شايفين ان هي يعني كانت الفتره اللي فاتت كان لازم يلعب مش انا لوحدي، كباتن مصر كلهم وكباتن النادي الاهلي وكباتن الانديه الاخرى كان ياخد دقائق اكتر طبعا، لكن هي وجهات نظر المدربين والمدير الفني في النهايه. خلينا نطلع فاصل وهرجع اكمل كلامنا مع كابتن شريف وكابتن عادل لانه كلام مهم جدا. على فكره انا يعني انا بفتح لقيت ان انا بقول ان ابوكا لا يصلح للعب في الدوري المصري. يا جماعه عيب الكلام ده، انا ما قلتش الكلام، انا قلت ابوكا ده لعيب جامد جدا جدا يعني. انا قلت كده يا كابتن، لا قلت ان هو لعيب جامد جدا لكن بعد ما شفنا ان هو المساحات الضيقه اللعيب اللي يجي في النادي الاهلي بس ودي كده حقيقه والناس لازم تعرفها كويس. انت ما شفتش يعني يا جماعه عيب الكلام ده، انا مش عارف ليه بياخدوا كلامي ده بقالهم اربع خمس اسابيع والله يا كابتن، ياخدوا كلامي ياخدوا منه كلمتين ويضربوا عليه. طب انت اتكلم عكس وهم قاعدين لك. ما هو لو اتكلمت عكس عمرنا ما طلبنا لعيبنا واحنا قاعدين مش يا ريت ده يجي يلعب في النادي الاهلي. لا 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 عمرنا ما طلبنا اي حد. احنا بنبقى يعني انا بس كان قبل ما تطلع الفاصل على طول كده اتفضل انتوا اتكلمتوا في حته وانتوا بتتكلموا وشاورتوا على احسن لعيبه جت، كنا دايما بنتكلم في نص الملعب يعني على طول. قلت لي تريكا وبركات وشوقي وحسام عاشور بتديني لا ما هو انا قدام كان متعب بس قلت لك متعب وحسام عاشور الاساس اللي هو بيسرفز على اثنين عايزين اثنين لا والمدافعين عادل بقى. عادل احنا عايزين اثنين خدنا حاس طبعا اللي احنا بنسرفز على كل ده بالناس الكويسه دي كلها اللي جت في الاجازه، كان في اثنين دايما بيترجموا الحكايه كلها. اوكي يعني لو نشوف البطوله اللي خدناها بجولنا ابو تريكا في تونس هم دي السرو اللي اتلعب اثنين نطوا لعبوها بالدماغ فلافيو ومتعب نزلت لابو تريكا اللي جاي من ورا عشان يجيب جول اللي بيعمل الفولو بشماله عشان تروح ربنا طبعا. بس مش ده كان جيل قوي يا كابتن شريف؟ طبعا ولكن كان في حاجه مهمه اداره، كان في مانو الجوزي مدرب قوي. هو ده اللي هنتكلم عنه مدرب شرس بعد الفاصل. بعد الفاصل هنرجع نتكلم عن هذه النقطه، البيضة ولا الفرخه، لعيبه ولا مدير فني، هنشوف ايه اللي هيحصل من وجهه نظر طبعا كابتننا الكبار كابتن شريف وكابتن عادل، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، هل هناك لعيب محلي يمكنه صناعه الفارق مع النادي الاهلي؟ امام حضراتكم السؤال على الهواء مباشره. اسال قولوا اي حاجه، انتقدوا زي ما انتم عايزين. اللي عايز ينتقد الحقيقه انا كل حاجه اللي بتجي لي لا ما فيش حد في مصر ده احمد ابراهيم، لا ما فيش حد في مصر يستاهل يلبس شيرت النادي الاهلي. يعني حسني برضو بيقول لا يوجد لاعب محلي يستحق انه يلبس تيشيرت النادي، ما احنا خدنا شباب الحاجات دي في كتير يعني، ده في كتير جدا. خدوا من بعد كده كمان الناس دي كلها من اول ايهاب كده العجمي لاعب الشرقيه الدخان مدافع محمد صالح مدافع خبره وهداف ومستوى ثابت وعنده روح يشبه في لعبه عماد النحاس. مفيش غير عماد النحاس واحد ماشي. ابو سيف بيقول لا يوجد، احنا عندنا اجمد سكواد في افريقيا كلها. عمر سليم لا يوجد لعيب محلي ليصلح للنادي الاهلي، نطلب لجنه الكره ابقاء على جميع اللعيبه الاهلي وعدم التفريط. لا ما هو ما فيش تفريط. ساهر كابو بيقول لا والاحسن انك تجيب مدرب فاهم ومن وجهه نظره بيقول احمد رفعت يفرق مع الاهلي. ده على تويتر. عبد الرحمن العريني بيقول اي لاعب في الاهلي احسن من اي حد في الدوري، محمد حمدي احمد نبيل محمود محمد عبد المنعم وزياد طارق. لا يوجد لاعب محلي، الاهلي يحتاج الى مهاجم سوبر. ده فايز قمر. من وجهه نظري ما فيش لاعب في مصر حاليا يصلح انه يدخل تيم الاهلي، اللي موجود حاليا افضل بكتير. ده تي ام تي ابو طارق. يعني الحاجات امام حضراتكم، كل التعليقات موجوده على التويتر وابعتوا لي على الفيسبوك كمان علشان نقول وجهه نظر حضراتكم. اي حد عنده وجهه نظر مختلفه من فضلكم قولوا لي ايه وجهه النظر المختلفه علشان نقدر نتكلم فيها مع كابتننا كابتن شريف وكابتن عادل. البيضه ولا الفرخه؟ يعني هل انا كاداره افكر في مدير فني الاول ولا افكر في لعيبه، ولا انا اجيب اللعيبه والمدير الفني يجي على اللي موجود، ولا ايه بالظبط؟ الاثنين يعني الاثنين
ما هو المؤسسه من فوق وبكل الجهاز الفني اللي تحت بتصب في الاخر في تنفيذ اللاعبين. يعني اللعيبه دي هي العمدان الاساسيه اللي احنا بننفذ فيها بعد كده. يعني لو جبت مدرب 10-10 بدون قاعده من اللعيبه تنفذ له اللي في احلامه او في دماغه او طريقه لعب اللي هو بيحبها هيبقى خلاص مش هينفع. ولو جبنا لعيبه جامده ومدرب نص نص اعتقد انه هيأدوا لان اللعيبه دي عندها سمات ان هم يلعبوا وسمات ان هم يكسبوا وسمات ان هم عندهم عارفين النادي الاهلي. واي حد بيبقى جاي النادي الاهلي يا اسلام الدنيا بتغلى. احس ان الحكايه ده رايح ده رايح النادي الاهلي دي مهمه. ده بقى لعيب عندي انا احسن منه 6-7 لعيبه عندي احسن منه وهو عشان النادي الاهلي فكر ان هو يجيبه او يقول ده شخصيه احنا ممكن نجيبها في وسط الاولاد عندنا الاقي اللي حواليه كله وكل الناس اللي اصلا ما كانش بيلعب مثلا او بيلعب احتياطي او اداؤه 90 دقيقه 70 80 دقيقه 40 دقيقه 50 ولو النادي الاهلي فكر بس انه يحط عينه على اي واحد فيه بكره الصبح تلاقي المزاد اترفع حاجه الدنيا حست ان هي خلاص. وانا ما فيش لعيب بيجي لي من جوه الدوري المصري واخد بطوله. يعني كابتن برضو انا عشان اجيب لعيب ما فيش لعيب يجي لي عارف يعني ايه بطولات. انا وجهه نظري برضو يعني وجهه نظر شخصيه انا لو عايز اجيب لعيب ده انا بنمي وبربي اجيب من اللعيبه اللي بتلعب في منتخب مصر. انا بنمي وبربي غير كده لا انا بنمي وجهه نظري يا كابتن عادل انت قلت اللي منتخب مصر اهو بنمي وبربي المنتخب مصر اللعيب لا انت بتتكلم على معظم اللاعبين بيروحوا منتخب مصر من النادي الاهلي اما اللي انت بتجيب لعيب بيلعب في منتخب مصر يبقى انت بعد اختيار مدير فني للمنتخب اوكي يعني انت بتاثر على نفسك الطريق لكن الاهم من الامر ده يا كابتن الاسلام انك انت ازاي تختار لاعب. خلينا نتكلم على اسلوب اختيار اللعيب. اول حاجه بتختار لاعب على اساس انت محتاجه في فرقتك ولا لا. المكان ده فاضي ولا لا. هل هيجي يلعب قد ايه من الوقت. هل اللاعب ده يناسب الناحيه الهجوميه بتاعه النادي الاهلي او الناحيه الدفاعيه بتاعه النادي الاهلي. هل اللاعب ده هيبقى تحت الضغط العصبي هيبقى هيأدي زي ما هو بيأدي. شفته اكتر من مره اتحط تحت في المواقف اللي زي دي لكن للاسف انت لو جيت للعيبه اللي هي بتلعب في الدوري المصري يعني انت تيجي دلوقتي تفكر على سرد باكات بتلعب في انديه سرد باكات ده دخل فيه 40 و50 جول انت تجيبه من النادي الاهلي حتى لو هو لعيب كويس ده واحد صفاته خد على انه بيدخل فيه جوان كتير. فالنادي الاهلي ليه معادله صعبه شويه انك انت تيجي تختار لاعب محتاج انت اول حاجه اللي عاوز اقول لك عليها العين اللي هي ازاي انت هتلعب مع مدرب وتجيب المدرب على اللاعبين ودي نقطه مهمه قوي يا كابتن اسلام وكابتن شريف مهمه دي يعني النقطه دي مهمه للغايه يعني فايلر لما جه خلينا نتكلم على الحاجات الايجابيه اللي عملها فايلر تعرف ايجابياته فايلر اوكي تعرف ايجابياته امتى بعد ما يمشي سلم لموسيماني مين تيجي على موسيماني تعرف ايجابياته فين لما مشي او سلبياته فين لما مشي لما جه مدرب اخر ايه اللي حصل ما بين فايلر وبعدين موسيماني وبعدين الراجل ريكاردو الثلاثه لما جه لو انت شفت الأداء بتاع موسيماني بعد فايلر وشوف الأداء بتاع المدرب اللي هو ريكاردو بعد موسيماني هنا ترجع لمشكلة موسيماني اللي هو قلل من شخصية لعيبة الأهلي اللي خلى في الوقت الحالي الناس تتكلم كده نعم دي هي دي المشكلة عارف ايه المشكلة الحقيقية أنا ضيف حبيت عليهم كروش أنا حبيت أسيب النقطة دي لآخر حاجة بالنسبة لي يعني ان انت اللي بتكبر شخصيه لاعبيك انت اللي بتشكك في لاعبيك فاهمني اللي حصل في مع انا ده من وجهه نظري اللي حصل من موسيماني بعد كاس العالم للانديه واللي حصل لموسيماني في استراتيجيته مع الفرقه وصلت اني تشكك في لعيبه النادي الاهلي رغم ان اللعيبه دي انت في شهر 2 واخد بطولة افريقيا شهر مش عارف شهر 12 ولا ايه وبعدين انت او لعبت كاس العالم للانديه في شهر 2
ومكسر الدنيا وطلع ثالث عالم وكسبان الهلال السعودي 4-0 وعامل المكسيك بنص يعني اداء مبهر، اداء كويس قوي. ايه اللي غير اللعيبه بقى؟ يعني هل لعيبه النادي الاهلي حبيت اسيبها دي للاخر يا كابتن اسلام؟ لا، انا بكلمك في نقطه أوكي. للجمهور أوكي. للناس فضل. وللمشككين فضل. وللناس كلها، بس تعال نفكر بعقلنا شويه. ايه الفرق ما بين اللعيبه في شهر 2 ثالث عالم، والفرق ما بين اللعيبه في شهر 6 لما كان حصل الاخفاقات ده وخسرت الدوري والكاس؟ الفرق والكاس، الفرق هنا في ايه؟ 4 شهور. الفرق 4 شهور، يعني هل اللعيبه اتغيرت في ال4 شهور؟ لا، اللعيبه كويسه، ده دليل ان هم وصلوا لاعلى مستوى. مظبوط. لكن وقعوا هنا بسبب يقعوا هنا بسبب ايه؟ انا من وجهه نظري كان موسيماني كان عامل فرق ما بين الاساسي والاحتياطي، وراحات كبيره كان مهتم ب 13 لعيب. ما اعرفش هل ده يعني، انا بشوف ان دايما المدير الفني بيبقى عنده يا كابتن شريف 11 12 13 15 بيهتم بيهم. لو عنده تثبيت تيم وعنده فرقه زي ما هو شايف. يعني انت عارف ايام مانويل يا كابتن عادل، بالمناسبه ايام مانويل جوزيه هو كان بيلعب 12 13 واحد اللي بيلعبوا كويس واحتياطي وكله هم كويس، بس زي ما عادل شرح لك خلاص ده من شهر 2 لغايه شهر 6 بقت مستشفى. ما هو انا لازم ادافع على الجنب الثاني. مش معنى كده ان انا مقتنع، لا لكن لا. انا بقول لك يعني هو زي ما انت بتقول، بس احنا الدروب اللي حصل ده بلس كيروش لما جه شكك في هداف الدوري اوكي، ما خدوش في ايوه ده قضى عليه نفسيا، يعني بقينا بندور على محمد شريف وعلى قفشه وبعد كده قفشه وبعد كده يجيب قفشه مش عارف، فبقى في رايح جاي حاجات نزله وطلعه حاجات دي ادت لاصابات برضو اللعيبه دي كلها نفسية دي. اي لعيب نفسي او بيروح ويرجع او ما بيلعبش او بيرجع على فرقته ناقص نص اداؤه اوكي، فحصلت اسباب كتير قوي ان المدرب نفسه ما كانش يبقى عارف قيمه اللاعب اللي هو عنده ويوظفه ازاي عادل، ده يبقى هو ده سعر المدرب. انا دايما بتكلم المدرب على المدرب يعني دايما بقول ايه، انت النادي الاهلي نادي بطولات، ودايما كل المدربين اللي جم بخدوا بطولات، محليين مؤقتين خدوا بطولات، دوليين وجايين من بره خدوا بطولات، المهم في الاستمراريه. اللي خلانا انك انت نفس الاستراتيجيه بتاعت السنه بتاعت الاولانيه بتاعت موسيماني، لما موسيماني وصل ان خسر الدوري، ايه اللي وصلك انك تخسر دوري؟ هي الفكر بتاعه، الفروقات ما بين الناس اللي بتلعب والناس اللي ما بتلعب، ده كبير قوي، الاصابات اللي انت كنت شايفها، الاحمال ما كانش منضبطه. خلينا نتكلم عشان ندافع عن لعيبتنا. انا من وجهه نظري اللعيبه مظلومه، لان انت بتديني البرنامج انا بشتغله غصب عني، انا ما اقدرش اعدل عليك كمدرب. لكن اللي طبعا حصل هو انت لما تيجي تقول لي كمدرب خد راحه اسبوع، هقول لك لا ده انا هبقى بجد. ما هو ده اللي انا عايزه، انا بقى لي بلعب كل يوم. طب والله اقول لك على حاجه، كلنا اعترضنا على حكايه الاسبوع دي وكده، مش طبعا فاكر؟ لا انا موافق، بس انا موافق على الظاهر هو كان شايف ان اللعيبه دي فعلا لعيبه مجهده. هو كابتن لا يعني، ما هو الاسبوع ده ما ينفعش ادي الاسبوع للناس اللي ما بتلعبش. للناس اللي ما بتلعبش انا موافقك. لا انا لا لازم تتمرن. لا انما دول ما كانش بيعمل كده. الناس اللي هي كانت على طول انا موافق كان يعمل كده، بس كان يعملها ازاي؟ دلوقتي بتتعمل، بس ما بتتعملش راحه سلبيه. بالظبط كده، انت عارف ان دلوقتي مش حاجه اسبوع راحه سلبيه، اسبوع 10 8 ايام راحه سلبيه للناس اللي ما بتلعبش. لا ما هو اللي انا عايز اكمله في ايه، انت تقدر انك انت تدي اجازه ولكن ايجابيه، في لعيبه بتاخد طيب اجازه خالص ولعيبه ثانيه عشان وقتنا انت بتتمرنها وبتمرنها صح. مش اخيرا اخيرا يا كابتن شريف، لو يعني حابب تقول حاجه في الظرف اللي احنا فيه. انا كل اللي اقوله، انا عايز 2 فراوده اوكي سوبر كويس، او 2 لعيبه دوليين من اي حته من ناحيه هجوميه حسب المؤسسه ما بتشوف، الاداره بتشوف الشكل ده، اعتقد ان هي هتبقى بجانب اللعيبه اللي موجوده برضو وبجانب طبعا التحركات والتدوير اللي بيحصل داخل الفرقه. اعتقد دي حاجه هتترجم المجهودات كلها اللي جوه الملعب. وانا دايما عندي مقوله، اللعيبه هي اللي بتعمل اي حاجه، هي اللي بتصنع اي حاجه. هي اللي في ايديها كل حاجه صح. كواليتي لعيب بتشيرت النادي الاهلي بشخصيه النادي الاهلي، لا خوف على اي حاجه في المستقبل باذن الله. كابتن عادل، حاجه واحده بس، اتفضل. مدرب يناسب النادي الاهلي من الاخر، تمام. قوي شخصيه، بيلعب على بطولات اوكي، بيلعب ضغط كتير قوي، السي في بتاعه فيه اكتر من بطوله، اقدر اقول لك ان ينجح مع النادي الاهلي وشخصيته تبقى شخصية قوية تستحمل الضغط. لأن أنا عندي لعيبة زي ما اتفقنا، عندنا منظومة زي ما اتفقنا،
ولكن ينقصنا حاجة واحدة، مدرب يقدر يترجم كل الإمكانيات اللي عندك، لأن عندك إمكانيات في النادي الأهلي مش في أندية، مش في أندية في أقول لك يعني مش عاوز أزود، ولا في في أوروبا أندية ما عندهاش إمكانيات النادي الأهلي. اخيرا بس بسرعه هقول لحضراتكم، زياد حمدي بيقول لا ده على السوشيال ميديا على الفيسبوك، على ردا على سؤالنا ان هناك لاعب محلي قال لا، هو رد قال لا على طول وسكت. محمد جاد بيقول يا كابتن اسلام لعيبه الاهلي ناشئين احسن من اي لاعب في مصر لانه ابن النادي الاهلي لازم يلعب بروح النادي الاهلي. تمام. احمد وحيد بيقول والله هو ممكن مروان عطيه نص ملعب الاتحاد غير كده، محتاجين الاثنين اجانب بيبقوا تقال جدا. نفس الفكره. لا يا كابتن اسلام ده اسر الاهلاوي بيقول لي يا كابتن اسلام عايزين يا كابتن اسلام عندنا سكواد محلي قوي بعوده اللاعبين من الراحه هيرجعوا، الراحه كانت احسن حاجه. المستشار محمد العربي لا يوجد ولكن قال لي محتاج راس حربه يلعب براس كويس. مدحت سيد بيقول احسن لاعب على الاطلاق هو الروح. محمد انديل بيقول بصراحه لا حرفيا كلهم شبه بعض. انا بدات الحلقه اصلي باحمد يعني محمد صبحي، عبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي، محمد ابراهيم سيراميكا، محمود حماده فاركو، لا عاوزين اجانب يا كابتن ده عادل عشري. لا طبعا طالما يقولوا ان الكلام لا، هشام ابو بلال بيقول كده ان التعليمات والله ابدا ما في تعليمات ولا حاجه يا استاذ هشام، احنا كل اللي بنقوله ده او اللي انا بقوله تحديدا هي ده وجهه نظر شخصيه بعيدا عن اي شيء اخر ولا تعليمات. تعليمات ايه؟ ما انت ممكن بكره الصبح تلاقي النادي الاهلي بيعلن عن 5-6 صفقات، صفقه 2-3 ما اعرفش، ممكن بعد بكره بعد بعده اكيد. فيعني لا طبعا، لكن هي الكلام ده اللي انا بقوله لحضرتك ده كلام بناء على وجهه نظر. احمد منعم بيقول برضو واضح ان هم نفس الكلام بالظبط اللي قايله هشام بالظبط بالكلمه بالحرف هو هو والله اهو يعني. بص لا طبعا طالما يعني التعليمات صدرت يعني جايب بشكل واحد بس هو الاسمين مختلفين عادي، ما ده العادي يعني. هنا هشام ابو بلال بيقول لا طبعا طالما التعليمات صدرت ليك ولكل العاملين. احمد منعم بيقول لا طبعا طالما التعليمات صدرت ليك ولكل يعني هم هو نفس. فيعني يا جماعه يعني الحاجات دي طبعا على فكره انا ما عنديش اي مشكله والله، ده انا بالعكس انا برد على الانتقادات اللي بتحصل، لكن لا يوجد اي تعليمات باي شيء ولا اي حاجه من الكلام اللي حضراتكم بتقولوا ده، كل اللي بتقولوا ده اي كلام. لكن النهارده احنا حبينا نقول وجهه النظر، ويعني الحمد لله في معظم الكومنتات والتعليقات اللي اتقالت معظمها رايحه لهذا الاتجاه. ايضا كابتن شريف وكابتن عادل وجهه نظرهم تقترب الحقيقه مش بعيده كتير عن اللي احنا بنتكلم عليه. انا بشكرك جدا يا كابتن شريف على وجودك معانا. شكرا جزيلا. وكل التوفيق للمنظومه كلها باذن الله يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن عادل. شكرا كابتن اسلام، وبنثق فيهم ويعملوا حاجه كويسه يا رب ان شاء الله. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت هنتكلم ايضا عن الصفقات المحليه، هل يوجد لاعب محلي يستحق التواجد من وجهه نظر الجمهور ومن وجهه ابعتوا لي انا لسه هقول كل حاجه، عايزين تبعتوا تنتقدوا ابعتوا لي وانا هقرا لحضراتكم كل شيء بعد الفاصل. كريم سعيد واحمد ثابت.